للدوريات الخمسه. يمكن احنا استعرضنا بالارقام خسائر الانديه الايطاليه في الفتره الاخيره، ارقام فلكيه طبعا، لكن مش بس ايطاليا اللي بتعاني، يمكن كل الدوريات الكبرى النهارده بتعاني باستثناء شويه الدوري الانجليزي. لو عايز تحط الدوري السعودي مش بصفته من الدوريات الكبرى، لكن بصفته من بصفه انديته من الانديه الاكثر انفاقا على مستوى السيزون الحالي معاهم، هتجد برضو ان السعوديه تعرضت او الانديه السعوديه تعرضت لخسائر فادحه. تعالوا نشوف نفقات ومبيعات الانديه الكبرى او الانديه الدوريات الكبرى في اوروبا. الدوري الانجليزي النفقات طبعا 2 مليار و43.43 مليار، المبيعات مليار و200 مليون تقريبا. تقريبا يعني بتتكلم في 50% خسارة، يعني مليار بالزبط. و200 زيهم خسارة. الدوري الايطالي 845 مليون يورو والمبيعات دي النفقات، المبيعات 27 مليون يورو وثلث تقريبا، يعني تقريبا 820 مليون يورو خسارة. خسارة برضه. الدوري الالماني الترتيب الثالث 794 مليون يورو. ايوه. المبيعات 976 مليون يورو. هنا اعتقد يعني في ربح هنا يعني طبعا تتكلم في حوالي تقريبا 180 مليون بلس. فالدوري الفرنسي 691 مليون يورو ومبيعات 800 مليون يورو، في يعني برضه تقريبا 110. الدوري الاسباني في الترتيب الاخير 397 مليون يورو والمبيعات 523 مليون يورو. هنا لنا وقفة في قراية الأرقام دي في الترتيب دي. صح؟ مش بس في الترتيب، لما بتكلم على الدوري الأسباني عندنا في اثنين من أكبر أندية أوروبا زي ريال مدريد وبرشلونة، ولاقي إنه حجم إنفاق أندية أسبانيا كلها بتتكلم في 400 مليون يورو، في مقابل الدوري الإنجليزي اللي جنبه على طول 2 مليار و400 مليون يورو. في جاب، في فجوة كبيرة جدا في الإنفاق بين إنجلترا وأسبانيا، والاثنين يعتبروا من أكبر الدوريات. الحاجات دي كلها ليها علاقة بفلسفة وإدارة المنظومه الرياضيه. ما هو احنا لما نيجي نبص مثلا على الدوري الاسباني هتجد ان ريال مدريد مثلا الموسم الماضي ما ابرمش اي تعاقد كبير باستثناء تشاوميني. لا الموسم الماضي تشاوميني لاعب واحد كلف النادي حوالي 90 مليون يورو، الموسم الحالي بيلينجهام نفس الكلام تعاقد كبير واحد، تقريبا ريال مدريد اصبح بقاله حوالي 3 او 4 سنوات بيكتفي بتعاقد كبير واحد في الصيف، يعني بيعمل الرقم بيقارب ال 100 مليون وبيقف عند كده. بقى التعاقدات مثلا هتلاقي خوسيليو مكلف النادي تقريبا حوالي بعقد عرا 2 او 3 مليون يورو، باقي الصفقات صفقات عاديه او ارقام عاديه كاش ولا ايه؟ لا ده فيها اوبشن كمان صفقه خوسيليو يعني، بس ده اللي عامل جاب. لما تيجي تروح يعني لبرشلونه بيشتري لعيب ب 2 مليون و3 مليون. في الارقام دي موجوده، وعلى فكره في المانيا احنا لو رحنا كمان لالمانيا وفندنا الارقام بتاعه الدوري الالماني تحديدا هتجد ده الارقام دي كبيره بالنسبه لالمانيا على فكره. يعني بالنسبه لي انه الالمان يصرفوا اكتر من الاسبان دي غريبه شويه. طبعا هو اللي عمل الرقم كده ال 100 مليون بتوع هاري كين. لا بس برضه حتى لو شلت ال 100 مليون بتوع هاري كين صارفين 700 مليون، برضو ألمانيا ما عودتناش على الأرقام دي. بس طبعا يعني أنا ممكن شوية الأندية، خد بالك ألمانيا ما فيهاش استثمار. يعني ما فيهاش. وبعدين هي ألمانيا دخلت يعتبر باعت بيلينجهام ب 100 مليون ودخلت هاري كين. لو احنا بنتكلم في الميزانية العامة أو في حجم الإنفاق والمبيعات، لا هي باعت ب 100 بيلينجهام واشترت قصادها ب 100 هاري كين، فده ممكن يعمل بالانس شويه، بس ممكن باقي الارقام متوزعه على باقي الانديه بقى، سواء المدخلات الانديه في من اللاعبين او حجم المبيعات. يعني شكل او يعني هم باعوا امبارح بالمناسبه بافارد ظهير الانتر للانتر ب 33 مليون، وده رقم كبير برضه. انا شايف ان هو رقم كبير في لاعب زي بافارد. مبروك عليكم لوكاكو. امبارح كان معايا فاليريو بيرتوتو بتاع روما مقلوبه يعني عشان ايطاليا، واودينيزي كان بيكلمني. هو يعني الحقيقه انا عرفت المعلومه منه امبارح على الهوا انه خلاص الصفقه خلصت، وبعد كده بالليل لقيت لوكاكو متصور مورينو كبير قوي متصور بال هو تقريبا حاليا بيروحوا عشان مورينيو. هو غريبا مورينو كان سبب في ان لوكاكو يروح ثلاث انديه بسببه. راح تشيلسي كان برضو مورينو ماسك تشيلسي، وراح مانشستر بطلب برضو ساعتها، فهو طلبه ولما راح يعني ما هو في روما
طلب لوكاكو، واعتقد لوكاكو يعني هو اصلا خد بالك اوقات كتير جدا الموسم الاثنين هيمشي في اوقات كتير جدا تالق لاعب بيبقى مرتبط بوجود مدرب طبعا، بس بيبقى ليه حد يعني، هي بتيجي يعني هي ممكن تمشي معاك في مره في اثنين بس خلاص يعني، انت لو انت ربطت تالقك، وهنا التجارب في مصر تجارب شهيره يعني ابرزها حتى في الكوميكس وفي الحاجات اللي بتتكتب، ان طبعا كابتن ايهاب جلال معروف ان هو مثلا كل ما بيروح نادي بيتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين، في النهايه خلاص ما خدهم معاه في اكتر من نادي، وبعدين الكيمياء قفلت اصلا، مستحيل تفضل رابط تالقك في الملاعب باسم او بس. بالنسبه لروما لوكاكو مكسب كبير جدا جدا، عندهم ابراهام يعني كان ماشي كويس، لا ماشي بس هم هو تقريبا مصاب يعني، اعتقد هو بدا الموسم مصاب وهو كويس جدا، واعتقد اغلى لاعب دفع فيه فلوس يعني جايبينه ب 40 مليون يورو، وروما ما بيدفعش الارقام دي، جابوه من تشيلسي بمبلغ كبير ومورينو صمم عليه وكان مراهنه، وبرده كان في كده رهان ان هو يجيب كام هدف، وجاب له الاهداف اللي هو عايز تقريبا يعني 15 هدف في الدوري، وانضم للمنتخب للمنتخب طبعا، لان هو انا بشوفه مهاجم كويس جدا من تشيلسي. بس غريبه ان روما بما انك انت يعني رومانيست روما عنده سكواد محترم، عنده مدير فني، فتتوقع انه ده النادي اللي هيخش مع الميلان والانتر واليوفي لما بيبقى فيها في المنافسه. لا ما انا هو ده الغرابه في الموضوع، فنابولي يجي من بعيد جدا يعدي كل دول بما فيهم روما والانتر والميلان واليوفي وياخد الدوري. هو على فكره روما كان قريب الموسم اللي فات، لكن اسباليتي مع نابولي كان حاله غريبه يعني. اسباليتي للعلم على فكره هيمسك منتخب ايطاليا. اسباليتي مسك منتخب ايطاليا. بالظبط يعني مانشيني راح السعوديه برضه. السعوديه هو مسك منتخب ايطاليا، منتخب ايطاليا هيتحول. اسباليتي مدرب كبير يعني، انا كنت معاك برضو ساعه لما كان لسه رايح له نابولي، وراهنت معاك هنا قلت لك ان نابولي يعني بنسبه كبيره هيحقق الدوري، واعتقد هو اتحقق يعني. فاسباليتي مدرب عرف يتعامل، مورينو مدرب كبير جدا، لكن مشكله مورينو احيانا ان هو فلسفته دفاعيه، فعايز المباريات اغلبها. انا عمري ما شفت له فلسفه بصراحه، ما هو يعني يعني كل الناس طول عمرها تقول مدرب كبير مدرب أنا كبير. انا كرهته لما مسك ريال، انا مسك ريال يعني شفته بيلعب كو يعني، شفتش كوره هجوميه اي ممتعه يعني، هو فلسفته كوره ممتعه بس موظف هو هيفضل مورينيو سبيشال 1، وهيفضل سبيشال 1، هو عمل حته المدرب، خلى أنا حته المدرب النجم. بص انا يعني قبل مورينيو المدرب ما كانش نجم. انا مش ضد انك انت اللي تكسب بيه العب بيه، انا فاهم كويس جدا انه المبدا ده، وخصوصا انه الامكانيات بتتفاوت، ما تطلبش مني العب مع السيتي او العب مع برشلونه مثلا في مجدها تيكي تاكا، وان انا العب جيم مفتوح. عظيم مفتوح واعمل احاول ابقى ند الند، فاهم ده كويس قوي، بس في النهايه في ماتشات تانية لازم تقدم فيها كرة تحسسني انك انت مدرب عنده من الفكر، انه يقول انا بجد استحق اكون واحد من اهم